الاسم متوكل مولاي هشام، رئيس جمعيه اصدقاء الطفل. اليوم تكتب باش تزاد هذا المولود جمعيه اصدقاء الطفل. احتفلنا باول افتتاح واول نشاط لهذه الجمعيه، وكان حفل زوين، كل شيء كان مزيان، كانوا الاطفال سعداء، كانوا رقصات، كانوا ديمونستراسيون ديال الكاراتي، كانوا ديال الايكيدو، كان يعني الجمعيه اصلا دارت لتشجيع الرياضه، لتشجيع الاطفال واليافعين على الرياضه. وكنظن بان جمعيه الطفل اسم على مسمى، لان جمعنا غير الوليدات اليوم، والقادم افضل ان شاء الله. الاهداف ديال الجمعيه عده اهداف، اول هدف بعد اللي بغينا نخدموا عليه هو تشجيع الرياضه، جميع شرائح المجتمع بغينا نشجعوا على الرياضه، جميع الرياضات، ما كاينش غير الكره، ما كاين حتى الرياضات، كاين الرياضات فنون الحرب، كاين الجري، كاين المشي، كاين الرياضات ديال الذكاء بحال السترونج، بحال المسايفه، بحال عده رياضات. فلاح عبد الجليل، رئيس جمعيه جنايه الثقافه والرياضه والاعمال الاجتماعيه. اليوم بدورنا حضرنا دار الشباب اللي كنا يعني اللي كنقول سميوها الدار الام، اللي كاينه في المجموعه جوج، اللي كيترأسها الاستاذ الفاضل الاستاذ مصطفى العيشوري، وكذلك ما نساوش الاستاذ مبارك، الناس اللي كيخدموا يعني جنود غفاء. كذلك كما كنعرفوا اليوم كان واحد الحفل اللي جينا لبينا الدعوه عند جمعيه اصدقاء الطفل اللي كيترأسها الاستاذ هشام اللي يعني كانت يعني اللي عنده كذلك اهتمام بالطفل. اليوم كما كنشوفوا كانوا رقصات، الحمد لله كان حفل زوين فيه ديمونستراسيون ديال الرياضه. ما نساوش كذلك نشكروا الاستاذ ابراهيم صوت العداله، اللي كنقولوا احنا ديما الصحافه في خدمه الوطن. الحمد لله اليوم مولاي رشيد اللي كنعرفوا دار الشباب هي الباب ديالها مفتوح، يعني كاطور دزناه هنا كان يعني من خلال تنشيط الثقافه. اسم ديالي ادم بحني، ونظمنا هذه الجمعيه ديال اصدقاء الطفل باش نكونوا في وبغينا نكونوا في المتناول ديال الجميع، وبغينا تعجبكم هذه الجمعيه ان شاء الله، ومرحبا بكم. المهم الجمعيه سميتها المهم جمعيه مولاي رشيد، راه هي اللي دايره لنا هذا الشيء كله، وشكرا. حضور الجميل للبث المباشر في دار الشباب حي مولاي رشيد مجموعه الخامسه، وشكرا لكم. نسمع كلامها والنوح المهم الشجره كيف تفضل.